انا شخصيا مش مؤمن بفكره الموضه دي خالص، ولا عمري مشيت على الموضه، ده حتى بيسموها صيحه. همشي ورا صيحه؟ اي حد يصيح كده همشي انا ورا؟ انا بمشيش على الموضه، والسبب بسيط جدا ومنطقي، انها وحشه. الموضة وحشة. ايوه، الناس بس بتاخد شوية وقت لحد ما تكتشف انها وحشة. امال الموضة بتتغير ليه؟ لو حلوة كانت كملت. كل شوية يقولك الموضة دي ادمت، لا اصل الموضة السنة اللي فاتت كانت مش عارف ايه. لا بلاش تلاكيك بقى، لو حلوة كانت كملت. يعني الموضة وحشة. في طبعا شويه حاجات كده قليله قدرت تثبت نفسها وتثبت اقدامها بقوه، ودول طبعا استثناء، اللي هم ايه؟ الشنب، المانيكير الاحمر، وكلونيا خمس خمسات. دول طبعا خالدين، تحبيهم تكرهيهم، موجودين على الساحه للنهايه وموجودين بعنف. اظن في موضات كملت وهي مش مصدقه نفسها. في موضات غريبه جدا ملهاش اي وظيفه على الاطلاق، مع ذلك شقت طريقها وكملت لغايه النهارده. عندك مثلا اول راجل وقف قدام المرايه وقرر كراجل انه يلبس فيونكة في رقبته. هل كان يتخيل ان الرجاله هتلبسها لحد النهارده ويسموها بابيون وكده وبفلوس كتير وبتاع؟ لا لا، اشك. هي نفسها مش مصدقه البابيونه. او مثلا الاوبليتات، اول واحد قرر ينجد كتافه ويغير خلقه ربنا ويبطن تلابيسه لسبب ما هو بس اللي عارفه بينه وبين نفسه، هل ده كان متوقع ان كل الناس هتمشي على خطاه للنهايه؟ برضه انا ما اظنش. غير كده الموضه بتاخد وقتها وتتكل على الله. لا، وبيجي عكسها كمان، عكسها بالظبط. يعني مثلا كان في ازمنه كانت الست المربربه المفتخره هي رمز الجمال والفلوس، وكل ما ترمي كيلو جرامات معاكي كل ما تحلو ومهرها يغلى. يعني مثلا قال لك ايه؟ ما تبطل تمشي بحنيه لا يقوم زلزال. ده كده ماشيه بحنيه، ده غير لو مدت بقى. انا مش هتكلم عن الجري، قال ان في مرضى قلب واطفال سامعيننا وبتاع، لانها لو جريت هيبقى تسونامي بقى. ازمنه تانية قلبت العكس خالص، الست الهزيله ذات الهيكل العظمي البارز هي الشيء، ده عودك مرسوم على السنجه. شفت الصغيره دي اللي هي الرفيعه دي؟ السنجه دي، شوف الصفيفه قد ايه. او مثلا في اغنيه يقولوا فيها كنت فين وانا فين، جيت لي منين، ما شافهاش، جت وعدت من قدامه مشيت ما شافهاش، رفيعه خالص يا عيني. لحد هنا الكلام ده يخش الدماغ، انما لما توصل ان لون البشره يبقى فيه مضاد، لا كده يبقى دخلنا في منطقه مش تمام. زمان كان بياض البشره مثلا شرط اساسي من شروط الجمال، قالوا زمان في الاغاني البت بيضه بيضه بيضه، البت بيضه وانا اعمل ايه؟ شوف الكلام، كلام كتير جدا تخرجش منه غير بمعلومه واحده، اللون مسيطر جدا، بيضه وخلاص، ويا عيني من كتر ما هي بيضه ارتبك مش عارف يعمل ايه. مع بدايه تحرر المراه وخروجها للنور بدا السمار يظهر. عارفه طبعا ان النور بتاع الشمس مع البشره ممكن يعمل سمار خفيف وكده. السمار ابتدى يفرض نفسه على الساحه كلون ظريف عملي بيستحمل بيليق على كل حاجه. في الاول السمار دخل على استحياء كده، حتى الاغاني كانت تقول لك ايه؟ اسمر اسمر طيب ماله؟ بصي محرجين كده بيبرروا كده، وبقيه الاغنيه والله سماره ده سر جماله، بيحاول يقنعنا لسه ايه؟ مكسوفين، البنت اصلها كانت بيضه بيضه وما كانش عارف يعمل ايه؟ شويه شويه بدات الكفه تتوزن، بدا السمار ياخد وضعه، ظهرت الاغاني اللي بتتساءل بقى، قالوا السمار احلى ولا البياض احلى؟ مرحله انتقاليه، رايحين من البياض كده رايحين على السمار في تدريج طالعين، ام لغايه ما وصلنا للافتراء بقى. أسمر يا أسمراني مين قساك عليا؟ الأسمر هو اللي راكب دلوقتي ومسيطر، شاف نفسه خلاص فجر بيقسى على الناس. فاكر لما كانت بيضة ونية ولذيذة؟ دلوقتي شفت نفسك؟ شوية شوية بدأ الموضوع يتطور، جالنا البرونزي كسر الدنيا، ده اللي هو بني ميتاليك كده. ومن هنا بقى دخلنا في جنون التان، تان طبيعي، تان صناعي، كريمات، مكياجات، الحكاية وسعت خالص. كل درجات اللون البرونزي من البيج الهادي مرورا بالفيران الفاتح للجري الغامق. واللي نازل الشتاء ده بالمناسبة لو تحب يعني تلحقي نفسك اللي هو الجريج، اللي هي الدرجة اللي ما بين البيج والجري. جنان. الحواجب، حد في الدنيا يقول إن الحواجب بيتعمل فيها كده؟ الحواجب دي مش بتعتبر من ضمن ملامح الوش برضه؟ بعدين ما بنتشطرش على الرموش كده ليه؟ حد يقول لي، مش معقول، خلاص ما بقاش عندنا شخصية لدرجة إن شوية ناس يقرروا إن الموضة السنة دي هي الحواجب الدوجلاس اللي هو الخط الرفيع قوي ده، نقوم شايلين حواجبنا كلنا فوراً ونسيب خط رفيع كده عديم المعنى خالص. السنة اللي بعديها يقرروا إن هم تسرعوا وغلطوا ولازم يعوضوا الحواجب عن الأذى ده، فيعملوا إيه بقى؟ تطلع موضة إن هم يرسموا الحواجب التخينة قوي، وتتحول كل الستات لمحمود مرسي في فيلم فجر الإسلام. السنة اللي بعديها الحواجب الطويلة لحد الودن، اللي بعدها الحواجب النص القصير جدا ده، اللي بعدها بقى يطلع التاتو، تاتو الحواجب علشان يقفل على المنطقة دي خالص، لون مصمت لميع خالي من أي شعر. معقولة في كده؟ عمليات التجميل جننت الستات حضرتك، نفخ وشد وربط وشفط، كل ده ليه؟ عشان نحارب الطبيعة؟ طب وإيه النتيجة؟ هتحارب الطبيعة والطبيعة هتقف ساكتة؟ عندك 50 سنة وقررتي تتحدي الطبيعة وتتحولي لـ20، تمام، تعالى نشوف مع بعض النتيجة تبقى إيه؟ إيه الأحسن بالذمة؟ إنك تبقي ست عندك 50 سنة وشكلك ست عندها 50 سنة؟ ولا إنك تبقي ست عندك 50 سنة وشكلك سلحفة عندها 20 سنة؟ بالعقل كده، غيرت سنك
بس غيرتي فصيلتك كمان. مفيش بني ادم شكله كده، محدش يتحدى الطبيعه يا اخوانا. انما الموضه بقى لما توصل للاكل والحلويات وللتدخين مثلا، ده يبقى اسمه ايه؟ السجاير اللف موضه، اللي الطبي موضه، المعسل الفواكه واللبان والاي سيجاريت هي موضه ولا قصدي هي موته ولا اكتر؟ يعني لما دخل صدري اطران بالنعناع كده بقيت في امان مثلا؟ النيكوتين بالتفاح الطف يعني، مليان فيتامينات، مغذي. والاكل، الاكل يا جماعه، الاكل الكائن اللطيف اللي بيفرحنا ده كمان في موضه. ده معروف ان الاكل التقليدي هو اللي بيميز الشعوب. نقوم نيجي نفتي بقى احنا كمان في الحته دي، ضاقت بينا خلاص. انا فاكر زمان لما سمعنا عن الكنافه بالكريمه الدنيا اتقلبت. كنافه بالكريمه؟ معقوله؟ كنافه بالمكسرات معروف. انا فاكر بابا ساب البيت يوميها، احنا هنكفر ولا ايه؟ اعتبرناه خروج سافر عن العادات والتقاليد، تجاوز وخنفسه وقله ادب. مش دلوقتي بقى في كنافه بالمانجا؟ طلعت موضه وكسرت الدنيا، مفيش راجل قدر يفتح بقه ولا يقول كلمه، كتمنا كلنا في قلوبنا وسكتنا لحد ما وصلت الكنافه للجمبري. بقى في كنافه بالجمبري في بعض المطاعم، مش عارف ويوم القيامه قرب ولا ايه؟ ولا الريد فيلفت. الريد فيلفت، ايه الريد فيلفت دي بقى؟ كيكه حمراء ملزقه وعيش السرايا يمسحها من على الارض. برضه سكتنا لحد ما لقينا كحك العيد. كحك العيد يا مؤمنين بالريد فيلفت؟ لا لا، لحد هنا ونقف. لا للعبث بتاريخنا، محدش يمس مقدساتنا، محدش يجتهد في الكحك. ارفع صاجك فوق، انت مصري. والهتافات موضه بالمناسبه.